في بروفايل اليوم عندنا الفنانة المحبوبة اللي ما يختلف على حبها اثنين وعلى ستايلها اللي الكل يعشق شخصيتها وستايلها كثر حبه لفنها ولأغانيها ولصوتها قيثارة الخليج الفنانة نوال الكويتية. نوال الكويتية لها ستايل خاص متفردة فيه على الساحة. نوال بدت بأيام الثمانينات أو في سنة 84 وكانت صغيرة وايد في العمر. تلاحظون أن فرق السنين ما غيرها وايد. ليش؟ لأن نوال دايما تعتمد الستايل الكلاسيكي اللي ما فيه ولا غلطة. نوال ما تواكب الهبات، نوال تختصر لفقرة هبات وفقرة الترند في شخصها هي، لأن نوال تنتقي من الموضة اللي يناسبها ويليق فيها ويناسب شخصيتها وتترك الباقي. فعلشان كذي احنا دائما ننصح ان الواحد ما يجازف وايد في شكله وفي لوكه وما يركض وراء الموضة، علشان لما يشوف بعد فترة صوره وفيديوهاته ما يحس ان هي صارت قديمة وما تنشاف. فعندكم نوال هني اعتمدت قصة المدرج ولون الشعر الغامج وما زالت إلى اليوم على نفس ستايلها، حتى الملابس ما فيها ولا غلطة، دائما اختياراتها كلاسيكية وستاندر. نوال من الناس اللي ما تغير مكياجها وايد وتعرف اللي يناسب ملامحها، لأن ملامحها صغيرة وناعمة وبسيطة، علشان كذي تعتمد دائما قصات الشعر والتدريج ودائما تعتمد الشعر القصير، وهذا طبعا ما يليق لمعلوماتكم في البنات اللي يمكن يكون أو المرأة اللي يكون ملامحها كبيرة وواضحة وعيونها واسعة، فما تقدر غير تسوي الشعر بطريقة ناعمة وستريت. المرحلة اللي بعد مرحلة الثمانينات يمكن مر عليها 15 سنة أو 20 سنة، بس راح تلاحظون أن نوال بعد ما تغيرت وما زالت محتفظة بنفس اللوك ونفس الشكل وكأن السنين ما مرت عليها. نفس المكياج، نفس طريقة الشعر، نفس الستايل في اللبس الكلاسيكي، وهذا شيء وايد حلو وخدمها. نوال تعرف بالضبط مهما تاخذ من الموضة وتغير وتنوع ما تغير وايد وتحط نفسها في إطار معين يمثل شخصيتها. نوال هني يمكن لأول مرة تغير لأن انزلت شوي بالوزن ونلاحظ عليها النحافة في هالفترة، يمكن هذه على مدى أكثر من 30 سنة أول مرة تقص شعرها قصير وايد كذي اللي هي قصة البوي، لكن هي يعني توفقت فيها لأن كانت متوافقة مع مقاييس الجسم الجديدة اللي هي الرقبة ونحافة الأكتاف، فكانت مناسبة لها وايد. والمكياج بعد نشوف انه شوي ثقلت في المكياج، لكن ما زالت محتفظة في نفس طابع الميك اب اللي هي تحبه. من بعد هالفترة هذه راح تلاحظون حتى الاغاني الجديدة نوال ما زالت نوال وعلى نفس الستايل، لكن هي يمكن شوي خففت من قصات الشعر لأنها يمكن ما تتناسب مع الموضة الدارجة، لكن اعتمدت بدالها لوك الويفي أو الشعر المموج، وما زالت بعد على نفس لون الشعر الغامج اللي يناسبها ويناسب شخصيتها ويناسب ملامحها. يمكن على مدى هالسنين هذه كلها أكثر من 30 أو 35 سنة كون إن هي مرة واحدة بس غيرت واعتمدت الشعر الأشقر أو الشعر البني الفاتح، هذه تعتبر عدم مجازفة من نوال.